السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لو عرفنا ربنا بس عرفناه معرفة حقيقية. يا جماعة في حاجة اسمها معرفة عامة ومعرفة خاصة. المعرفة العامة ما تغنيش الغنى المطلوب. يعني مثلا الطب، روح للمزارع طيب قول له ايه رأيك في الطب، يقول لك ده حاجة عظيمة جدا، يا ريت ولادي كلهم يبقوا دكاترة. روح لدكتور قول له ايه رأيك في الطب، يقول لك ياه انا مش عارف مين اللي زقني 6 سنين شقة وبعد كده في الاخر 250 جنيه في الشهر. فده معرفة خاصة، فله رؤية تانية خالص. يا جماعة احنا عارفين ربنا بس معرفة عامة. احنا عايزين نعرف ربنا، المعرفة اللي تخلينا نحبه، اللي تخلي كل ذرة في قلوبنا وكل ذرة في كياننا تهتف بحب الله سبحانه وتعالى. زاهدين في ربنا ليه زاهدين في ربنا؟ كان احد السلف قاعد بيذكر الله بحب رهيب لله، فجي ناس حواليه عايزين يسألوه وياخدوا ويدوا، قال لهم اذكروا الله، بيتكلموا تاني اذكروا الله، بيتكلموا تالت، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب، كل الناس زاهدون فيك يا رب. فعلا يا جماعة الكلام ده حقيقي، احنا زاهدين في ربنا. احنا فينا مين اللي زاهد في ربنا ومين اللي راغب لربنا سبحانه وتعالى؟ كل يوم بنقول لربنا 17 مرة منايا وصل لك يا رب، منانا نوصل لك يا رب في الفتحة، اهدنا الصراط، اهدنا خليك معانا خطوة خطوة ما تسيبناش، مش عايزين نتعطل، مش عايزين نتأخر عنك يا رب، منانا نوصل لك يا رب. كل ثانية آلاف الناس بيطوفوا حوالين الكعبة بيقولوا له منانا نوصل لك يا رب. ليه الطواف ده؟ انتوا عارفين يعني ايه طواف يا جماعة؟ عارفين لو جبنا قطة ولدت وجبنا بنتها حبسناها في بيت، القطة تفضل تطوف حوالين البيت عشان عايزة توصل لبنتها. احنا بنطوف واحنا قلوبنا بتهتف منايا وصل لك يا رب، بل كل ذرة في الكون في كل ثانية بتهتف منايا وصل لك يا رب. المفاجأة الرهيبة ان مش احنا بس اللي بنطوف، ده كل ذرة في الكون بتطوف، الالكترونات في كل ذرة بتطوف حوالين النواة، الكون كله كل ذرة فيه بتهتف من اعماقها لربنا في كل ثانية منايا وصل لك يا رب. لسه واقفين على بابه وعايزين نوصل له. الليلة يا جماعة اخطر خطوة في السلسلة كلها، الليلة الخطوة اللي لو خدناها هنسبق غيرنا سنين، الليلة الشعور اللي لو دخل قلوبنا هنسبق كل اللي حوالينا، الليلة هنعيش في ظلال حب، اغلى حب في حياتنا، اغلى حبيب في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى. الليلة اخطر دواء في الروشتة اللي احنا بقالنا كذا حلقة بادئين فيها، روشتة الوصول الى الله، حب الله. هنتكلم عن حب ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى انت بتحب ربنا قد ايه؟ عارفين هدف الليلة ايه؟ هدف درس الليلة ان ربنا يبقى اغلى حاجة في حياتنا، ان ربنا يبقى اغلى شيء في حياتنا. عايزين يا اخوانا ربنا يبقى اغلى من حياتنا ومن روحنا، عايزين ربنا، عايزين نحب ربنا. الهي كيف انساك، الهي كيف انساك وحبك في دمي يجري. يا رب انت حبك بيجري مع دمي، بيغذي كل ذرة في جسمي بحبك، كل ذرة في جسمي بتحبك. سانسى الكل الاك وابقى مخلصا عمري، وابقى مخلصا عمري. حب الله سبحانه وتعالى، حب الله اقوى عاصفة تغييرية، اقوى عاطفة تغييرية. ما سمعتيش عن البنت اللي انتحرت لما المغني اللي بتحبه مات؟ ما سمعتش عن الملاعب اللي في الدورة الاولمبية اللي فاتت اللي حرق نفسه قبل الماتش وقبل اللعب وقال انا بوهب روحي لفريقي وللوطن بتاعي؟ حب، كل ده حب يا جماعة. ما سمعتوش عن المغني اللي بيشتغل 15 ساعة في اليوم؟ ايه يعني ملحنا هابط على كلمتين هابطين وكله سفول في سفول والعياذ بالله، وقذرة في قذرة، ليه بيشتغل كل ده؟ حب، ده مش موضوع لحن هابط وكلمات هابط، بيحب اللي بيعمله. ما سمعتوش عن ناس اتنازلت عن عروش وممالك وامبراطوريات عشان علاقة حب، عشان حب بسكن في القلب تجاه المخلوق. ما شفتش واحد صاحبك قبل كده ما عادش بيشرب سجاير، ايه يا عم انت التزمت وتبت ولا ايه؟ لا، بس انا اتفقت مع اللي بحبها ان انا ما عدتش اشرب سجاير. ما شفتش واحد صاحبك قبل كده بقى بيذاكر رغم انه كانش بيطيق المذاكره، انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل انا اتفقت معاها ان انا هبقى راجل وهبقى انسان جد وهذاكر. هو لما خاف من الامتحان ما ذاكرش، يبقى الخوف مش قد الحب. هو ده اللي انا عايز اقوله لكم النهارده، انا اكتشفت ان حب ربنا عاطفة تغييرية اكتر من الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، ولازم الاثنين. ولكن حب ربنا اقوى، اقوى من الكلام عن الموت وسكراته، اقوى من الكلام عن القبر واهواله، اقوى من الكلام عن القيامة وحصرتها، اقوى من الكلام عن الصراط والميزان، اقوى من الكلام عن النار وزقومها وحميمها وسلاسلها. حب الله عاصفة تغييرية في قلوبنا،
حب الله. لو انت حبيت، لو انت لما واحد بيحب واحده يجيب لها هديه ذهب تقول له مش كتير ده، يقول لها كتير على مين؟ كتير على مين يا جماعه؟ الحب الله هيفجر جواك وجواك طاقه رهيبه لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا سبحانه وتعالى اقوى من الخوف، اقوى من الخوف من ربنا، ولازم الاثنين. تخيل واحد مراته طلبت منه طلب، واحد خطيبته طلبت منه طلب، نقول ينفذ الطلب اقوى اللي خطيبته طبعا. ليه؟ لان اللي بينفذ طلب خطيبته بينفذ بحب، انما اللي بينفذ طلب مراته بينفذ بخوف مرعوب مش عارف يقول لا. يبقى الحب اقوى ولا الخوف؟ حب الله سبحانه وتعالى. حب الله لما واحد بيحب بيقول انا بقيت انسان تاني، انا اتغيرت. حب الله يخليك انسان تاني، انسان تاني تماما، انسان متغير. حب الله هيخلي كل حاجه في حياتك ليها طعم. مش الرسول عليه السلام بيقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان؟ بقى الصلاة لها طعم، الذكر بقى له طعم، العبادة بقى لها طعم، قيام الليل بقى له طعم. ليه؟ زي ما الجنيد كده بيقول واهن يا أيام البدء، فينك يا أيام زمان، أيام بداية الالتزام وبداية الإقبال على الله. ليه؟ ده حاجة مش عارف ينسى طعمها. ده عبادة بحب، ده عبادة بفرح. حب الله هيخليك عايش، عايش صلاة، عايش ذكر، هيخليك عايشة. مش اللي بيحب يقولك ده انا ما كنتش عايش. انت لو حبيت ربنا تقول انا ما كنتش عايش، انا ما كنتش بقرا قرآن، انا ما كنتش بصلي، انا اول مرة اصلي، انا اول مرة اقوم ليل، انا اول مرة احس ان انا عايش في الدنيا. بقيت بحب ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا هيخليك فرحان، فرحانة وانت بتلبسي نقابك وخمارك، فرحان وانت بتصلي قيام ليل، فرحان وانت بتجري على المسجد عشان الصف الاول او عشان صلاة الجمعة او عشان التبكير يوم الجمعة، فرحان وانت رايح تحضر درس هيخليك فرحان. هيدوقك لاول مرة في حياتك يعني ايه انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني ايه مستني معاد حبيبك، معاد الوقوف بين ايدين حبيبك، انتظار القيام بعد القيام، انتظار جلسة الضحى بعد جلسة الضحى، انتظار ورد العبادة اللي جاي. يا اخوانا حب الله هيعمل في حياتنا انقلاب. الخوف من ربنا هيخليك تسيب حاجات، انما حب الله هيخليك تعملي حاجات عمرك ما تصورت انك كان في يوم من الايام ممكن تعمليها. انقلاب في حياتنا، انقلاب. بعد ما كان الشاب لذته في مش عارف واحده يعكسها ولا، هتبقى لذته في قيام ليل. بعد ما كانت البنت لذتها في طقم معين هتبقى لذتها في مناجاه ربنا. بعد ما كانت العيله لذتها في مصيف بتقعد تعمل له جمعيه عشان تطلعوا، هيبقى لذتها انها تطلع على مكه تعمل عمره كل سنه وتستنى من السنه للسنه ميعادها. واحد اعرفه اول ما التزم بيقول انا كان امنيه حياتي اسيب الدنيا كلها وامشي في الدنيا كلها اكلم الناس عن ربنا، اكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى. ليه يا جماعه؟ لما شله بتلتزم مع بعض واحد منهم بتلاقيه سبقهم كلهم. ليه؟ لانه حب ربنا اكتر منهم، فبقى هو اللي سبقهم. حب ربنا عاطفه تغييريه رهيبه. عايزين نتغير، عايزين نتغير بقى يا جماعه، عايزين احنا دلوقتي في نهايه السلسله اهو، عايزين نتغير، عايزين ننطلق الى الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكم في ناس حبت ربنا قد ايه، في ناس عاشت حب ربنا قد ايه، في ناس حب ربنا سكن في كيانها وقلبها وكل ذره فيها قد ايه، في ناس عاشت قد ايه حب ربنا. عارفين ملائكه السماء السبعه، الملائكه اللي بتطوف حوالينا، اللي كمان الاعلى الطوافين حوالين العرش، وترى الملائكه حافين من حول العرش. حافين يعني بيقربوا قوي، مشتاقين قوي لربنا، حافين من حول العرش، من حول العرش قاعدين يطوفوا يطوفوا يطوفوا. يعني مش احنا بس اللي بنطوف، مش كل ذره في الكون اللي بتطوف، ده كل الكون بيقول منها يوصلك من اول حملة العرش والطوافين حواليه لغاية احنا واحنا بنطوف حوالين الكعبة. كل ذرة في الكون وهي بتطوف الكل بيقول منها يوصلك يا رب. انا مش هكلمك عن حب الانبياء لله، لا، انا هكلمك عن حب الحجر لله، عن حب الشجر لله. الحجر لما سيدنا موسى جاء لميقات ربه وكلمه ربه، وسيدنا موسى لما سمع كلام ربنا اشتاق لربنا، قال له رب ارني انظر اليك، عايز اشوفك يا رب، مشتاق يا رب. قال لن تراني. صبر عليها ازاي؟ مش عارف ازاي صبر على كلمة لن تراني، ازاي صبر انك مش هتشوفني الوقت يا موسى. فلما تجلى ربه للجبل، يا موسى انظر الى الجبل، لما تجلى ربه للجبل، لما الجبل عين جلال الله وجمال الله وكمال الله وعظمة الله، الجبل اتفتت، الحجر اتفتت وانت قلبك ما اتفتتش من حبه، الجبل انهار وانت قلبك لسه ساكن، الحجر وكل ذره طافت من كتر الشوق ليه وانت قلبك لسه حجر. ليه؟ ليه يا جماعه؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذنوب، كل دي ذنوب،
كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني ايه يا رب؟ ليه الايتين دول ورا بعض؟ لو ذنوبك حجبت قلبك عني في الدنيا هتتحجب عينك عن رؤيتي في الاخره. خدوا بالكم يا جماعه، المؤمنين حب ربنا صاحبهم حتى لما نزلوا قبورهم، حتى في القبور. في صحيحين لما الرسول عليه السلام مر على قبر سيدنا موسى في المعراج، في الاسراء والمعراج، وجده يصلي في قبره، بيصلي عايز يوصل لربنا، مشتاق للوقوف بين ايدين ربنا. فحتى يوم القيامة لما بعد 30-40 ألف سنة أهوال المؤمنين يسألوا المنافقين والمشركين واليهود والنصارى عايزين ايه؟ نريد أن تسقينا، عايزين مية. المؤمنين يسألوا ماذا تريدون؟ فيقولون نريد أن نرى ربنا، عايزين نشوفه. تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم، احنا سيبنا الناس في الدنيا وضحينا بكل حاجة عشان النهاردة نشوف ربنا سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أخيرا شوف شفناك يا رب، اخيرا عينيا شفتك، اخيرا ودني سمعتك، اخيرا شفت جمالك وجلالك يا رب. يا جماعة انا عايز اكلمكم قد ايه المؤمنين حبوا ربنا، قد ايه الشجر حب ربنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام ترك جذع الشجرة وطلع يخطب على المنبر، الشجر حن. الرسول قال حن الى ما كان يسمع من ذكر الله، كان بيسمع عن ربنا اللي بيحبه سبحانه وتعالى. انتوا تعرفوا ان في ناس حبت ربنا لدرجة ان قلبه فضل متعلق في مكان، قايم نايم رايح جاي، قلبه متعلق في مكان. ورجل قلبه معلق، معلق بالمساجد، قلبه متعلق هو في الدنيا وبيجري ومع مراته ورايح مشاويره ورايح دنيته ونايم وقلبه متعلق في المسجد. ليه؟ مكان لقاء حبيبي، المكان اللي بقابل فيه حبيبي سبحانه وتعالى. وتخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف في المسجد نخامة كحتها بإيديه، يعني زي بصقة، عليه الصلاة والسلام كحتها بإيديه. ليه؟ مكان لقاء حبيبي، ما يجيش فيه حاجة زي ديت. انتوا متخيلين يعني ايه انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ تصلي العصر امتى؟ المغرب هيجي امتى؟ ليه؟ ميعاد لقاء حبيبي ومولاي سبحانه وتعالى. في ناس حبت ربنا للدرجة دي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان لما ينزل المطر يقعد ياخده بالثوب بتاعه ويقول حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، ده جاي من عند ربنا، ده جاي من عند مولاي، ده حاجه جايه. انت عارف لما ولاه المثل الاعلى ده من ريحه الحبايب، يعني حاجه ولاه المثل الاعلى، يعني حاجه من عند ربنا. الرسول كان يمر على الحجر الاسود يبوسه يقبله. ليه؟ لما تجيلك رساله من حبيبك تبوسها لانها جايه من عند حبيبك. الرسول عليه السلام احب الناس اليه السيده عائشه، يقرب منها لغايه ما يمس جلده جلدها وبعد كده يقول لها زريني سيبيني. ليه؟ زريني اتعبد ربي. لا، انا جوايا شعوري الوقت مش عايز اي اتصال باي مخلوق، انا عايز ابقى مع حبيبي ومولاي. يقف يصلي عليه الصلاه والسلام يبكي، البكاء يبل لحيته ويبل هدومه ويبل الارض. انا عمري ما شفت بكاء زي ده، ده بكاء الحب يا جماعه. ده فاضت عيناه، فاضت ورجل ذكر الله، مش ذكر النار، لا، الله بيحبه خاليا. ففاضت، مش نزلت دمعتين، فيضان. الفيضان ده ما بينزلش غير بالحب، الحب هو اللي بينزله بس بحب الله. في ناس من حب ربنا كتبت لربنا رسائل بدمها، كتبت له بدمها بدم رقبتها، انا بحبك يا رب. عبد الله بن جحش يوم غزوة احد، اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنددا يقتلني فيبقر بطني ويقطع انفي ويجدع اذني، فالقاك يا رب بدمي متغرق دم، عبدي لما فعل بك هذا فيك يا رب، بحبك يا رب. في ناس دموعها فاضت عيناه، كتبت لربنا رسائل حب ياما بدموعها لما سمعت كلمة الله. انتوا عارفين يا جماعة يعني الله؟ الله يعني الحبيب. الله يا جماعة معناها اللغوي يقولك من ولها الفصيل الى امه. يعني ايه الفصيل؟ يعني ايه ولها الفصيل الى امه؟ بنسمع الكلمة دي كتير، بس يعني ايه الفصيل؟ الحصان الصغنن اللي خدوه من امه بعد ما اتولد، بعد ما اتعود ان هو ملتصق بامه وقريب من امه، خدوه عزلوه لوحده، فلما بعد عن امه اتجنن، فقعد يصهل وقعد ينط وقعد يتجنن عايز يروح لامه، بقى ولهان، ولهان مش قادر، عايز يروح لامه باي طريقة، عايز يرجعه. انت مشتاق لربنا كده؟ ده معنى كلمة الله، معنى كلمة الله اللي احنا بنسمع. ما بتبكيش لما بتسمع كلمة الله ليه؟ ما بتبكيش من حبه ليه؟ انت في عمرك بكيت كم مرة من حبه؟ بكيت كم مرة دموع حب فاضت عينيكي بيها من حب الله سبحانه وتعالى؟ حاسين يا جماعة بعظمة ربنا وحب ربنا سبحانه وتعالى؟ امرأة كانت جميلة من السلف قعدت تبكي من الشوق الى الله، فالطبيب قال لها عينيكي هتروح، فقالت بكائي شوقا الى ربي احب الي من بصري اتعمى، بس قلبي شايف جمال ربنا سبحانه وتعالى، مش كحالة عينيها وحطت فيها مش، لا لا، ربنا احب اليها من اي شيء. امرأة
ذهبت الى الكعبة فقالت اين بيت ربي؟ اين بقى الكلام دلوقتي يا جماعة؟ قصص واقعية بنشوفها من بتوع جنوب شرق اسيا لما بنروح نحج. ناس بتموت منهم لما بتوصل هناك من الشوق. ناس احنا بنشوف قصص رهيبة اللي بيروح. ربنا يرزقنا كلنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة يا رب. اللهم امين يا رب. للمشتاقين الى الله، للمشتاقين للطواف، للمشتاقين لكلمة منى يوصل لك يا رب. أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فقالوا هذا، هذا بيت ربي. فذهبت إليه فوضعت خدها عليه فهزوها فوجدوها قد ماتت. ماتت من حب رب ومن الحب ما قتل، بس من حب ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك تعيش حب، انا عايزك تعيش بحب الله. انا عايز كل سجدة بتسجدها تبقى رسالة حب ليه. انا عايز كل ركعة بتركعها تبقى رسالة حب ليه. انا عايزك بكل تسبيحة بتسبحيها تقولي له بحبك يا رب. انا عايزك تعيش نهار المشتاقين اليه وليل المحبين الوالهين بين ايديه. انا عايزك تعيش اعظم حب في التاريخ، اعظم حب، حب الله سبحانه وتعالى. انا عايز نعيش حب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة. عايزين نعرف يعني ايه حب ربنا. حتى في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعني مش بس في القبر المؤمن حب الله طلع عليه، وفي القيامة حب الله طلع عليه، كمان في الجنة ازاي؟ يعني ايه يلهمون التسبيح؟ حب الله بقى بيجري في دمهم، حب ربنا بقى بيجري في دمهم. بتحبه ولا لا؟ بتحبيه ولا لا؟ حاسين بحب رب؟ حاسين بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اني اسألك حبك يا رب، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني الى حبك. حسيت برسول الله لما كان بيقول للسيدة عائشة في صحيح البخاري، يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي. الرسول ما نامش من حب ربنا، يلي ما بتناموش من حب بنت ولا حب. الرسول ما نامش من حب الله. انت نايم وشايف قلبك هم ايه ولا حب ايه ولا رغبة في ايه؟ فين قلوبنا يا جماعة؟ قلوبنا فين؟ عايزين قلوبنا ترجع لنا؟ عايزين قلوبنا اللي على الفطرة زي ما ربنا خلقها لنا ترجع لنا؟ عايزين نحس بالإيمان بيتفجر في قلوبنا اللي جوه صدورنا دي؟ عايزين نحس بحب ربنا أطهر إحساس في الوجود، أعظم إحساس في الوجود، أخطر إحساس في الوجود، أجمل إحساس ممكن تعيش فيه وتعيش بيه وتعيش ليه في الدنيا كلها. أحلامك إيه؟ أحلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ أحلام البنت إيه؟ أنا نفسي إن أنا وأنا ماشية في الشارع كل الناس تعجزني وكل الناس تقف على رجل، أدخل بيتي ألاقي الشباب واقفين على السلم طوابير، كل واحد مستني والدي يفتح له بس ويرضى إن هو يتقدم. أنت ده أحلامك. طب وأنت أحلامك إيه؟ أحلامي إن أنا أول ما أشوف البنت اللي أنا نفسي أشد نظرها ألاقي ألف شاب دخل عليا أدي لده حركة شكشان ولده حركة برسمي ولده حركة كله تنبهر بيا. أحلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ وددت لو أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أرد فأحيا. فأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أرد. مستحيل. ما أنا عارف إنه مستحيل، بس أنا عايز أقول لربنا أنا بحبه قد إيه، أنا عايز أبذل روحي قد إيه. في ناس حبت ربنا قوي يا جماعة، قوي. أويس القرني كان يقعد يعبد ربنا. واحد راح له مرة عايزه في حاجة، سيد التابعين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم، أويس القرني كان يقعد يعبد ربنا. فواحد راح له لا بعد الفجر قاعد يعبد، خلص جلسة الضحى خلاص يا أويس، قاعد يصلي للظهر. الراجل مشي رجع الظهر، صلى الظهر وقعد يصلي العصر. الراجل مشي رجع له العصر قاعد يذكر ربنا للمغرب. قال لا، خلص المغرب قاعد يصلي للعشاء، خلص العشاء قاعد يصلي القرب الفجر. بيقول فلما اقترب الفجر سقطت رأسه، رأسه وقعت كده غفوة بسيطة. بيقول ثم استيقظ فقال أعوذ بالله من عين النوامة. ايه ده؟ ده عبادة حب. هو في حد انتوا فاكرنا هنصدق الكلام ده ولا ايه؟ ليه يا حبيبي؟ اللي بيحب واحدة جديد بيجي الصبح الكلية يعني منفوخة وما نامش طول الليل من التفكير وماشي يعني زي قاعد يدور عليه ويبص منه شيء. ده لما حب مخلوق. امال اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه يا جماعة؟ ابن مسعود كان يمسك المصحف ويقول كلام ربي، كلام ربي. يعني مش قضية بس ان الكلام جميل، ده الكلام ده من عند حبيبي. قبل ما يكون الكلام جميل، الكلام من عند حبيبي. القضية مش ان في واحد حب المصحف، ده في واحد حب السجن عشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف رب السجن احب الي، مش افضل عندي او مثلا او اهون علي، احب الي. ليه؟ لانه مع حبيبي، مع ربنا، خلوة مع الله سبحانه وتعالى.
اللي بياكل مال حرام انت بتحب المال اكتر من ربنا. اللي ساعه الاذان ما بيرضاش يسيب شغله ويروح يصلي في الجامع انت بتحب شغلك اكتر من ربنا. اللي بتفكر في شاب في الصلاه انت بتحب اكتر من ربنا. مين اللي بيحب حد اكتر من ربنا يا جماعه؟ مين اللي في قلبه شعور تجاه حد اكتر من شعوره لحب الملك الجليل العظيم؟ انتوا حاسين الوقت يا جماعه؟ انتوا حاسين الوقت ان في حد بيتكلم عن ربنا وفي ناس بتسمع عنه وفي ودان الوقت قاعد يدخل فيها كلام عن الله وفي لسان قاعد يطلع كلام عن الله وربنا من فوق سبع سماوات ناظر لينا ومطلع علينا ومطلع على قلبي وعلى قلوبكم سبحانه وتعالى ولعل ربنا فرحان بينا الوقت واحنا بنتكلم عنه وبنسمع عنه وبنقرب اليه وعايزين نوصل له. انتوا حاسين يا جماعه؟ حاسين يعني حب الله يا اخوانا؟ كلمه حب دي اصلا جايه من الحبه. الحبه الصغيره بتترمى في الارض تبقى بعد شوية شجرة اعلى من اعلى برج. حب ربنا هيشيد روضات ايمان ويقين في قلبك. حب ربنا زي الحبة هي اصل كل حاجة. الاصل حب ربنا اصل الايمان في قلبك. حبة حب قد كده هوت يخلوا قلبك جنة. امال بقى انهار حب لله تخلي قلبك ايه؟ الحب يا جماعة الحب حبة الايمان في القلب. هنحب ربنا قد ايه؟ ام هندية اولادها ولد التوأم عمي ما بيشوفوش خلعت عينيها الاثنين. خلت الدكاترة ياخد القرنية بتاعت العين الاثنين قرنية لدي وقرنية لدي ضحت بعينيها الاثنين عشان ولادها. اذا كان ده حب المخلوق للمخلوق امال حب المخلوق للخالق يبقى قد ايه؟ انا عايز اكلمكم دلوقتي عن ازاي نقيس حب ربنا في قلوبنا. ازاي يا جماعه نقيس قد ايه احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى؟ حب الام لاولادها قد ايه؟ طب انت مستعد تضحي ربنا قد ايه؟ هو الام هتحب اولادها اكتر ما انت بتحب ربنا؟ اكتر ما انت بتحب ربنا انت هتحب اولادك اكتر من حبك لله؟ مستحيل مش ممكن. ازاي يا جماعه تبقى نكسه؟ طب حب الصاحب لصاحبه كل واحد في حياته واحد. اول ما يزعل اول واحد يجري عليه، اول ما يفرح اول واحد يجري عليه. انت مين اول واحد في حياتك بتجري عليه؟ ربنا. اول ما بتفرح اول ما بتزعل بتجري على مين؟ اول ما بتخاف اول ما بتقلق اول ما يبقى نفسك في حاجه اول اي حاجه بتجري على مين؟ مش على ربنا سبحانه وتعالى. حب الزوجة لزوجها يعني في الخطوة تبقى المشاعر حلوة بس لسه، انما بعد سنين من العشرة لو راجل جاله فشل كلوي وتقول ايه؟ خدوا كليتي ازرعوها له. انت ممكن تدي ربنا ايه؟ تدي ربنا ايه من حياتك سبحانه وتعالى؟ حب الولد للبنت للأسف. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان تقيسوا، عشان كل واحد يقيس الوقت حب ربنا قد ايه. انا بقول لكم حب المخلوق للمخلوق. انا عايز الوقت يبقى حب المخلوق للخالق قد ايه. احنا لازم نحب ربنا اكتر من كل دول، اكتر من الام حبت اولادها، اكتر من الاب حب ابنه، اكتر من الزوجة حبت زوجها، اكتر من الصاحب حب اقرب اصدقائه اليه، اكتر من اعصف عاصفة علاقة حب دامية في التاريخ كله. لازم تحب ربنا اكتر من كل ده. الولد لما يحب البنت يعمل ايه؟ اول حاجة يقولك انا بشتاق لها قوي، ولما اقف معاها بشتاق لها اكتر، ولما اشوفها اشتاق لها اكتر. انت لما بتقف بين ايدي حبك ليه بيزيد ولا لا؟ اسأل نفسك. انا عايزك تسأل نفسك معايا الوقت وتواجه نفسك. انا بحط لك مراية الوقت وبقول لك شوف انت بتحبه ولا لا. يقولك انا امنية حياتي انا وهي في مكان لوحدنا. انت بتحب الخلوة مع الله لما تبقى انت وربنا بس مفيش حد معاك في هذه الخلوة. قبل ما ينزل يقابلها يعمل ايه؟ يقعد يقلد الحركات اللي عملها لها في المراية، ويقعد يحضر الكلام اللي هيقوله لها. انت قبل ما بتصلي بتحضر الادعية اللي هتقولها، بتمسك كتاب دعاء وتشوف الادعية اللي هتناجي مولاك وحبيبك بيها. يا جماعة تدخل الجامعة تلاقي الولد واقف مع البنت في الدفعة، يعني ده جايين من قبل المحاضرات ما تبدأ. تدخل الكلية وتدخل المحاضرات وتخلصها، وتدخل السكاشن والراوندات وتخلصها، تطلع تلاقيهم لسه واقفين مع بعض. رجلهم ايه دي؟ رجلهم ايه دي؟ ما بتتعبش ولا ايه؟ ده احنا في التراويح بعد ربع ساعة بنبدأ خلاص نهنك. ده احنا في الصلاة بس العادية لو الإمام طول شوية شوف الناس بتعمل ايه؟ ويروح بيته يقعد خمس ساعات يكلمها في التليفون تاني. ده احنا يا جماعة لو قرينا القرآن نص ساعة بنحس ان احنا خلاص زهقنا. امال دول ما بيزهقوش ليه؟ عشان حب. من عشان كده بقول لكم الحب هيقلب كل حاجة في حياتنا. هيحببك في القرآن، هيحببك في الذكر، هيخليكي ما انتش قادرة تبطلي عبادة، ما انتش قادرة تبطلي طاعة، بتحبيه. حب مسيطر على تفكيرك وكيانك، حب مسيطر على كل حاجة في حياتك. حب الله سبحانه وتعالى. يا رب خلينا نحبك يا رب، يا رب حبنا يا رب، اللهم امين. الولد لما بيحب بنت بيعمل ايه؟
فاتورة التليفون بتيجي لابوه، ابوه بيصوت ومش راضي يبطل. لو عد كروت التليفون اللي خلصها عليها هيلاقي اكتر من عدد الايام الصيام اللي صامها ربنا سبحانه وتعالى، ويسيب ابوه ويسيب امه ويسيب الكليه ويسيب الدنيا عشانها. انت تسيب ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ وفي الاخر راكب ميكروباص لقيت الراجل مديني ورقه ربع جنيه مكتوب عليه لولا الخوف من الله لعبدتك. لا قلت ياه، بيقول لها عايز اعبدك وهي مع اول ركبه ميكروباص باعته وبعت الربع جنيه بتاعه وادته للتبع. يعني بعد كل ده حب ربنا يا جماعه، عايزين نحب ربنا سبحانه وتعالى اللي حبه الوحيد يستاهل ان قلوبنا دي تتعمر بحبه سبحانه وتعالى. ولما يحب بنتي يعمل ايه؟ لما الولد يحب بنتي يعمل ايه؟ يقول بس انا اتمنى انها تطلب طلب وانا اوريها هنفذه لها ازاي. انما احنا ده فرض ولا سنه؟ فرض وسنه مين يا ابني؟ السنه دي اسمها مستحبات، يعني ربنا بيحبها، حبيبك بيحبها، وحبيب حبيبي حبيبي يقول انا اتمنى بس انا. طب هي تطلب، طب هي تقشر، طب هي تشاور، واللي هي بتحبه يعمله لها. بتحب السكسوكه ماشي، السواليت ماشي، الدوجلاس ماشي، بتحب يلبس لها كروات، لو بتحب البربطوزه يلبس لها بربطوزه يمشي في الشارع، مفيش عنده مشكله. طب انت حب ربنا هيغير ايه فيه؟ كم امر من اوامره انت مكسره، كم نهي من نواهيه انت مخترقه. يا جماعه عايزين نقف مع نفسنا، ده حب المخلوق للمخلوق، امال حب المخلوق للخالق يبقى قد ايه؟ قيس نفسك بقى، قيس نفسك بقى يا جماعة. الدين كله حب، الاسلام كله حب. هو احنا ديننا اسمه ايه؟ الاسلام. عارفين يعني الاسلام؟ يعني سلمت لك نفسي وسلمت لك روحي وسلمت لك قلبي وسلمت لك عمري وسلمت لك كل ما املك يا رب. هو في حب بعد كده يا جماعة؟ كلمة الله يعني الحبيب الذي تشتاق اليه القلوب. حتى الاسماء الحسنى يقولك الاول والاخر، الاول حب واخر حب في حياتك، الاول والاخر. حتى الاسماء الحسنى كلها حب. القرآن اول كلمة في القرآن ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني ايه؟ الثناء بحب، مش اي ثناء، بحب، مش الثناء لله، الحمد. يعني اول كلمة في القرآن حب الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما ربنا خلق سيدنا ادم في مصح الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ربنا خلق سيدنا ادم يعني سيدنا ادم عطس، فقالت الملائكه قل الحمد لله، فقال الحمد لله. اول كلمه الانسان قالها الحمد لله، والثناء بحب، بحبك يا رب. اول كلمه الانسان قالها لربنا سبحانه وتعالى. فربنا قال يرحمك الله، اللي هي نفس اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين. الكون كله طالع منه الثناء والحب لله. الايه الثانيه الرحمن الرحيم، رحمات ربنا نازله على الكون كله. يعني لو حبيته واثنيت عليه بحب رحماته هتغرقك، لو حبيتيه هيغرقك بكرمه، لو حبيته هيغرقك برحمته في دينك ودنيتك واخرتك وقلبك لو حبناه سبحانه وتعالى. الحمد لله. يعني القرآن كله حب يا جماعة. كل عبادات الاسلام حب. الصلاة، الاذان والاقامة، يقولك ايه؟ قد قامت الصلاة، يعني ايه؟ خلاص ابشروا، خلاص معاد لقاء الحبيب جه. الناس تفرح، اللي بينتظروا الصلاة بعد الصلاة هم بس اللي هيحسوا بالكلمة دي، قد قامت، خلاص مؤكد المعاد جه. طب والصلاة من اول كلمة لاخر كلمة حب. اول كلمة في الصلاة الله اكبر، اكبر حب في حياتك، اكبر حب في حياتك. واخر الصلاة، اخر الصلاة التحيات. التحيات دي يا جماعة طوفان حب، التحيات دي فيضان حب. التحيات دي بعد ما خلصت الصلاة المفروض بقى خلاص اسلم وامشي؟ لا، انا مش قادر اسيبك يا رب، مش قادر. فانت قاعد بتقول التحيات لله، كل التحيات ليك انت بس يا رب، والصلوات كل الصلوات ليك انت بس يا رب، والطيبات كل الاعمال الطيبة والاقوال الطيبة ليك انت بس يا رب، انت اللي تستاهل عمري وحياتي واعمالي كلها يا رب. فلما الحب فاض قوي 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 بدأ يفيض على احب خلق الله الى الله اللي هو مين؟ سيدنا محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، مش السلامة عليك، السلام. التاء بتاعت السلامة يقول لك تاء التحديد، يعني مثلا حمد لله على السلامة من السفرية، حمد لله على السلامة من العملية. انما السلام اللي هو السلامة في كل حاجة، حب رهيب، حب ربنا فاض، حبيت النبي، حب ربنا لسه بيفيد. اللي بعد النبي مين؟ الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حب رهيب. وفي الاخر قبل ما بتسلم النبي علمنا نقول ايه؟ اللهم اغفر لي، اللهم إيه؟ اللهم اني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بي مني ايه؟ ما اغفر لي ذنوبي كلها. لا، ده مش قادر يسيب ربنا، قاعد يفصل عشان يطول في مقامه بين ايدين ربنا زي سيدنا موسى. هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها ولي فيها، عايز يطول عشان يطول مقام المناجاه مع ربنا سبحانه وتعالى.
كل حاجة حب يا جماعة. العبادات هي الزكاة ايه؟ انك انت قدمت ما يحب على ما تحب. انت بتحب الفلوس بس ربنا بيحب انك تطلع. الصوم ايه؟ قدمت ما يحب على ما تحب. انت بتحب الاكل والشرب بس هو بيحب انك تصوم. الحج ايه؟ كل العبادات قدمت ما يحب على ما تحب. الدين من غير حب روحه ايه؟ وإلا يبقى ايه الفرق بين ربنا وبين دكتور المادة اللي انت خايف اخر السنة تدخل تمتحن معاها وتدخل تمتحن ايه؟ حب ربنا ده بيخبيت لكل حاجة في الدين طعم رهيب. حب الله، العبادات كلها حب، الصلاة، الحج يا جماعة، الحج بتقول لبيك. لبيك يعني ايه؟ يعني جاي لك يا رب. طب هو اي حد بيناديلك بتقوله جاي لك؟ اي حد بيناديلك بتدفع 60,000 جنيه وتروح له؟ اي حد بيناديلك بتركب طيارات وتتشعلق في المواصلات وتسافر بلد غربة وتروح له؟ لا. امالش معنى ربنا بحبه. ومن قبل المكة ب400 كيلو عند ابيار علي في المدينة تلبس الاحرام وتقعد تقول لبيك اللهم لبيك. يعني ايه لبيك؟ يعني جايلك. الرسول ما كانش بيركب مواصلات زينا، كان بيروح على رجليه عليه الصلاة والسلام او بيروح على الدبة. يعني تخيل ان كل تلبية هتاخد قد ايه؟ هتاخد 4 متر يا اخي، 4 جمل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 4 جمل في 4 متر، المسافة 400 كيلو. لو حسبتها هتلاقوا النبي كان بيقول 100,000 مرة لبيك قبل ما يدخل على ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده اول ما تدخل وتشوف الكعبة والجمال والجلال والكمال تقعد تطوف وتطوف وتطوف. عايز اوصل لك يا رب، اوصل لك ازاي؟ قاعد تطوف عايز توصل له باي طريقة؟ عايز توصل لي يبقى اللي بعد الطواف ايه؟ الساعي. عايز توصل لسعة، عايز توصل لاجتهد، تروح تسعى. سيدة هاجر كان بتعمل ايه في الساعي؟ تروح وتيجي وتروح وتيجي، كأنك بالظبط بتقلدها. انت بتروح وتيجي معناها ايه؟ انا يا رب مش هسيب باب يوصلني اليك، مش هقف عليه، هروح واجي يا رب، هدور على اي باب يوصلني اليك. طب وسيدة هاجر كانت بتروح وترجع لنفس المكان وترجع، يعني الباب يا رب اللي هعرف انه يوصلني اليك هقف عليه، وبعد كده اروح لباب تاني، وبعد كده ارجع له تاني وارجع له تالت لغايه ما تفتح لي يا رب. وربنا سماه الساعي، يعني وانا جاي لك هسعى، هجيب اخري، هبذل اقصى جهد ليا يا رب. حب دين كله حب، من اول اسمه الاسلام لاسم الله لاسماء الله الحسنى للقران للصلاه للعبادات للاذان والاقامه للحج. دين كله حب، كله حب. عايزين نحب ربنا. طب احب ربنا ازاي؟ احبه ازاي؟ عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى؟ انا هقول لكم دلوقتي يا جماعه مفاتيح لحب الله، مفاتيح باذن الله ربنا اذن هتبقى حب الله. اول حاجه، اول حاجه كل مفتاح معاهم لازم تسال نفسك بعدها انت لسه ما حبيتوش. انا بقول لكم هدف درس الليله ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى اغلى حاجه في حياتنا، اغلى حاجه. اول حاجه بنحب ربنا عشان هنعم ربنا، نعمه سبحانه وتعالى. واحد كان رجليه اتكسرت ونام في المستشفى بيقول انا اول مره اعرف في حياتي نعمه ان انا اتقلب يمين شمال وانا نايم. واحد جاله سكر بيقول اول مره اعرف نعمه ان انا نام 3 ساعات ورا بعض من غير ما اصحى ادخل الحمام. انت دلوقتي قاعد كام شاب في سنك نفسه يلعب ماتش كوره ومش قادر؟ انت دلوقتي قاعد كام واحده في سنك نايمه في المستشفى دلوقتي وانت قاعد دلوقتي بكل صحتك بعافيه الله سبحانه وتعالى؟ فوتوا على مستشفى العيون شوفوا كم واحد فقد بصره، فوتوا على مستشفى البطنه والطوارئ شوفوا كم واحد عايش على المحاليل، فوتوا على مستشفى الحروق شوفوا كم واحده تشوه وشها. شوفوا يا جماعه نعم ربنا. اعرف واحد من الفضلاء جدا كنت رايح له في مشوار لقيته بيقول ان هو مبتلى بمرض ان جفونه رموش عينيه 4-5 رموش بس بيقلبوا يطلعوا لجوه بدل ما يطلعوا لبره. الراجل والله يا جماعه قطع قلوبنا كلنا واحنا قاعدين معاه لما بيحكي لنا عن القرح اللي بتجيله والمئات اللي بيصرفها والاطباء اللي على مستوى مصر بيروح لهم والمعاناه والالم. قلت يا رب ايه ده؟ 4 شعرات اتقلبوا واحنا شعر حد فكر بس في النعمه ديت؟ نعمه ان شعر جفونك طالع لبره، ما هوش طالع، ما هوش داخل لجوه العين. حد فكر في دي؟ سيدنا داود كان بيقول يا رب كيف اشكرك وفي كل شعره من جسدي لك فيها نعمتان، ان اخفيت اصلها والا كان شكلنا كله مشوه، ولينت راسها والا لو كان راسها المدبب ده دخل في عينك ولا راسها المدبب ده دخل في جلدك كان زمان حالتنا كلها عذاب في عذاب. يا جماعه عايزين نحس بحب ربنا سبحانه وتعالى. احد السلف كان عنده قرحه في رجله كبيره كده، فرايح جاي واحد يا عيني ياه يا دي اللي فالراجل بص له في الاخر قال له يا هذا
ان لي سنة احمد الله انها ليست في عيني. انت بتقول ايه؟ نعم ربنا يا جماعة، لو ربنا سحب مننا اللسان يبقى كوباية فيها 5 معالق سكر مايش فرقة في الطعم عن كوباية فيها 5 معالق ملح. لو سحب مننا الغدد اللعابية يبقى انت مفيش بلع، ما تعرفش تبلع، لازم يكون 2 واقفين معاك يقعدوا يخبطوك على ظهرك عشان اللقمة تنزل، ولا تموت من جوه لو مفيش حد معاك. اللقمة هتخنقك وهتقف في زورك. انت دفعت ثمن اجهزة جسمك، دفعت ثمن 2.5 مليون جهاز ترشيح في كلتك فلتر ترشيح، دفعت ثمن 1,200,000 كاميرا ربانية في عينيك، دفعت ثمن الصيانة الربانية، كبدك درجة حرارتها 40، عينيك درجة حرارتها 9، المفروض الحرارة بالاستطراق تنتقل، لو درجة حرارة عينك زادت عينيك تسيح ما عدتيش تشوفي، لو درجة حرارة كبدك قلت جبدك ما عادش يشتغل، ما يطهرش الدم من السموم، السموم تطلع على المخ تصيبنا بالجنون، نبقى 6 مليار مجنون عايشين على وجه الكرة الأرضية، لو الحرارة انتقلت بس، لو الصيانة الربانية ما تمتش. أنت جسمك فيه 1,000 مليار خلية، يبقى قبل ما نتكلم في النعم، لو خلية واحدة جالها سرطان خلاص هيحصل إيه؟ أنت عارف هيحصل إيه إلا إن شاء الله، يبقى معنى إن 1,000 مليار خلية ولا خلية فيهم فيها سرطان، إن في 1,000 مليار نعمة أنت قاعدة فيها دلوقتي. نعمة العافية يا جماعة، ربنا خلاك مليونير، مليونير، تبيع عينك ب10 مليون دولار، رجلك ب20 مليون جنيه، عينك ودنك ب30 مليون يورو، تبيع ايدك ب50 مليون استرليني، تبيع ايه؟ تبيع كبدك ب40 مليون ريال ولا 40 مليون دينار، ما يحصل. يبقى انت كل اموال العالم دي ما تجيش حاجة، ده انت بنك دولي متجمد في صورة نعم. انتوا مش عارفين نعم ربنا قد ايه. لما كان الواحد يعني في مرضى الكلى، مع مرضى الكلى ربنا يعافيهم، اكتر مرضى الواحد شافهم في عندهم معاناة اكتر حتى من مرضى السرطان، ربنا يعافيهم جميعا يا رب. لما كنت اشوف مريض الكلى اقول يا رب ده الواحد كلته بتتغسل، بتغسل دمه طبيعي 12 مره في اليوم، العيان ده بيتغسل على الجهاز الصناعي 3 مرات في الاسبوع ب500 جنيه، الدوله هي اللي تدفعهم له، ولو الدوله مش هتدفع هو اللي هيدفع، يعني 2000 جنيه في الشهر. يعني انا تخيلت ال 12 مره الطبيعي اللي بيتغسل دمك فيهم دول، لو ربنا حاسبك ب 150 جنيه يعني 150 جنيه يا حبيبي، ده لو الحساب مش هتدفع 1,000,000 جنيه في المرض، انت قاعد دلوقتي من غير الم ولا بهدله ولا حياتك اتعطلت ولا مضاعفات المرض ولا اي حاجه، لقيتها في الشهر 66,000 جنيه. الاوبن بوفيه اللي ربنا فتحه لنا في الدنيا، الاف انواع الفواكه والخضروات دفعت ثمنه، الفندق ال5 نجوم اللي احنا عايشين فيه ده ومظبط ابعاد الشمس وابعاد القمر ونسبه الهواء ونسبه الاكسجين ونسبه الغلاف الجوي ارتفاعه ونسبه سمك الارض، النعم كلها انت الفندق ال5 نجوم ده، الوناسه الصغيره اللي اسمها القمر اللي بتطول لنا بالليل احسن الليل يبقى ضلمه ونخاف ونتجعز لو صحينا بالليل، يعني ربنا للدرجه دي ادانا ونسك، يعني يا رب يا رب كمان لوناسه، يا رب يا رب فرشت لنا الشقه وعبنت لنا الشقه وفرشتها وجهزتها ومليت الثلاجه اكل ومليتها بكل الخيرات يا رب، وكمان الوناسه عشان بالليل ما نتجعدش. لسه ما حبيتوش ان هو اغلى حاجه في حياتك، لسه ما حسناش بحب الله سبحانه وتعالى. لو عليك 50 مليون جنيه الواحد وانت كل يوم بتكسب 50 قرش، تروح كل يوم تديله 30 35 قرش وتديهم له كمان وانت ايه متكبر عليا؟ انت يا ابني عبادتك دي ايه؟ نعم ربنا سبحانه وتعالى لسه ما حبتهوش. طب احبه عشان ايه تاني؟ عشان حلمه، نحبه عشان حلمه يا جماعه. لو انت دلوقتي واحد صاحبك جالك وبقاله زمان ما عبركش يعني، وجي قال لك انا حبيبي، واحد اتصل بيك قال لك خد بالك ده عايزك في مصلحه، واول ما المصلحه ياخدها منك هيسيبك وهيمشي، تعمل ايه؟ والله ما تفتح له، ربنا يعلم انك جاي له في مصلحه وهتمشي بعد المصلحه ويفتح لك بابه. طيب لو انت عملت نعمه لواحد تاني يوم وسط الناس قال لهم ده فلان واحد تاني هو اللي عملها، تعمل تفضحه قدام الناس. طب انت ربنا بيديك النعم وتروح تقول ده من نفسي او تنسبها للبشر اللي كان وسط، سبحان الله العظيم، وربنا ما بيفضحكش. طب لو انت الوقت بعد كده وترجع له تاني بعد كل اللي عملته يفتح لك بابه تاني وترفع ايدك يجيب دعائك تاني، رغم انك بترجع تاني ما بتقولش يا رب حبك ورضاك، بتقول يا رب الدنيا ويديك. ولو منعك مره تبقى عامل زي الشحات اللي كل مره يقول له على 10 جنيه يديله 10 جنيه يقول له فلوس يديله 10 جنيه 10 جنيه فمره ما ادالوش ال 10 جنيه فضحه في الشارع، هي ال 10 جنيه ده انت شحات، ده احنا بنقول له يا رب ادانا مليارات المرات، مره ما ادكش يا اخي الحكمه لرحمه يا اخي ارجوه لرحمه يريدها فيك يا اخي، ربنا ما ادانيش، ربنا بيعمل معاك كده ليه ربنا، وتمشي تتكلم على اللي خلقك يا حلم ربنا لسه ما حبتوش، يا حلم ربنا. ده انا لو جيت ازورك في بيتك مره وعايز ادي لك مصلحه ليك انت مش ليا انا، لقيتك بتبص عليا من العين السحريه
وقمت داخل وعملت نفسك نايم، والله ما جيلك تاني. ربنا يتنزل كل ليله، يتنزل هل من مستشفى في اشفيه، سائل في عطيه، مستغفر فاغفر له، وما تقومش وينزل لك تاني. السنه اللي فاتت تنزل لك 365 مره وما قمتش وبينزل لك تاني، وهيتنزل الليله سبحانه وتعالى. يا سلام يا رب، ايه يا رب ده؟ ايه الحلم ده؟ لو رئيس الجمهوريه ركب عربيه من القاهره وجالك لغايه المحافظه بتاعتك وخبط على بابك وقال لك انا جاي احل لك مشاكلك، قلت لمراتك مين ده؟ رئيس الجمهوريه جاي يحل لي يحل لك مشاكلك. الصبح بقى قولي له الصبح، قولي له الصبح ما اناش فاضي، انا عايز انام. أنا يعمل فيك ايه؟ طب الملك ملك الكون مش رئيس الجمهوريه بيتنزل عشان مشاكلك وبتقومش يا حلمك يا رب، ويديك النعم وتعصي بيها. مصيبه المعاصي انك ما بتعصوش غير بنعم وبيحلم عليك. لسه ما حبتهوش، لسه ما حبتهوش. طيب نكمل مع بعض عشان نحب ربنا. نحب ربنا يا جماعه عشان حبه لينا، عشان حبه ربنا بيحبنا. ده ذره من حب الله نزلها في قلب امك وابوك عاشوا عمرهم عشانك. امال حبه قد ايه؟ اتفرجت يعني مره في برنامج انت كده البي بي سي، برنامج صور طبيعيه، اتفرجت على حمار وحشي النمور هاجمت، النمور الصغيره هاجمت على ابنه الصغير، فالمنظر قدامك متصور الفيلم كله، فهو مش قادر يضحي بابنه رغم انه سريع وهو المفروض ينجو بنفسه اسرع من ابنه، فضل يجري ورا ابنه بحيث انه يبقى بين النمور وبين ابنه، يعني لو لحقوه هينهشوه هو مش هينهش ابنه، ضحى بحياته عشان ابنه ما يموتش. ضحى الرحمه دي جزء من جزء من 100 جزء من الرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها سبحانه وتعالى. تخيل ده غير الرحمه بقى، رحمه ذات الله ده حاجه تانية يا اخوانا. ده رحمه ربنا قد ايه؟ تحبه عشان رحمته سبحانه وتعالى، تحبه عشان حبه ليك. بيحبني انا؟ اه والله. لو ملك قال للرعيه انا بحب ابني قوي، اللي هياكل ابني هديله كذا، وربنا قال اللي هياكلك ويشربك هيديله غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن اطعم الطعام، واللي هيفرحك ويضحكك هيبقى احب عمل، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، احب حاجه ان واحد يبسطك ويضحكك. اقول لك نكته؟ نكته يا سيدي، يلا اضحك يا عم، خلينا ناخد ثواب الليله يا عم. اضحك يا عم، انت الضحك الضحك بفلوس، يعني لو انا قلت دلوقتي نكته انت ضحكتي انا خدت ثواب عند ربنا، لانك انت فرحتي بسبب حاجه انا عملتها. ياه، يعني شوف بيحبنا قد ايه يا جماعه، شوفوا حبه لينا قد ايه. كنت من وسط 100 مليون نطفه، ربنا اختارك انت واختارك انت تبقى بني ادم من اختارك، بيحبك بيحبك انت. شوفوا يا جماعه، يعني هو بيحبك وانت ما بتحبوش؟ يعني هو بيحبك والكون كله بيحبه وانت ما بتحبوش؟ ازاي حبه ما هو ساكن قلبك؟ تحب ربنا عشان حبه ليك، عشان رحمته بيك، رحمته بالعاصي. شوفوا يا جماعه، لما ربنا نزل لنا الاف الرسل والاف وكتب والقران و6236 ايه، المفروض بعد كده ان اللي يعصي ربنا يتنسف، لا المعصيه معصيه بزي واحده، واللي يطيع ربنا ما ياخدش فلوس. هو قوانين المرور اللي بيكسرها بياخد مخالفه، طب اللي بيعملها صح بياخد فلوس؟ لا. طب احنا ما بنعمل حسنات 10 حسنات، طب لو عملت ذنب؟ لا يا ملك السيئات، في حديث صح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكتبش السيئه. قال لا، طب امال ايه؟ يمكن يستغفر. طيب لو عدت 6 ساعات واستغفرت تتمحى. طب لو عملت حسنه تمحو سيئه؟ لا 10 سيئات. طب افرض ما رضيتش تستغفر وتمادت سنين في المعصيه؟ ما يفضحكش، ولو قلت يا رب وسط المعصيه يجيب لي، ويفضل يبسط ايده بالنهار عشان تتوب بالليل، ويبسط ايده بالليل عشان يتوب بسوء النهار، ويفضل يناديك عبدي انك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، بس تعالى سبحانه وتعالى. وكل شويه اوكازيون رباني، رمضان ما كفاره، يوم الجمعه كفاره، الصلوات كفاره. طيب افرض بعد سنين معصيه قلت راجع لك يا رب يقبلك ويفرح بيك ويبدل لك كل سيئاتك حسنات، وانه كان بي حفيا يحتفي بيك سبحانه، بعد كل اللي انا عملته، بعد كل اللي انت عملته. تحبه عشان رحمته بيك، تحبه عشان معاملته ليك. كل واحد بيعاملك بيعاملك عشان يكسب منك، ربنا بيعاملك عشان يكسبك. ده يعني ربنا بيبتليني، يعني لو اديتك 10 جنيه وخدت منك 5 ابقى انا وحش؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي يا اخوان؟ يا اخوانا معامله ربنا، احنا لما بنبتلى بنقول لربنا ما رايت منك خيرا قط، بتتقال بلسان الحال يا جماعه مش بلسان المقال. يا اخوانا عايزين نعرف يعني ايه حب ربنا، عايزين نحب ربنا سبحانه وتعالى. تحبه عشان نعمه، تحبه عشان حلمه، تحبه عشان رحمته حتى وانت عاصي، تحبه عشان فرحه بيك لما بتتوب اشد فرحه من اب ابنه راح منه، وكل يوم ابنك مش مخدرات، ابنك ضاع، ابنك انتهى، ابنك وفجاه لقى الباب بيخبط، لقى ابنه بيقول له انا رجعت لك يا ابويا، يحضنه بفرح قد ايه؟ شوف فرح ربنا بيك قد ايه؟ اشد فرحه من هذا والله.
تحبه عشان حبه ليك، تحبه عشان معاملته ليك سبحانه وتعالى. قد ايه ده، انت لما عملت امك وابوك عرفت قد ايه بيحبوك، لو عملتيه هتعرفي هو بيحبك قد ايه سبحانه وتعالى. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه، وصلنا للنهايه خلاص. احنا دلوقتي تقريبا يعني ما عادش لينا غير حوالي 5 دقايق أو 6 دقايق على نهايه الحلقه. فاحنا عايزين يا جماعه، انا عايزكم تعيشوا معايا في معنى حب الله سبحانه وتعالى، عايزكم تعيشوا معايا في المعنى الرهيب ده. الناس وصلت لحب الله، في ناس حب الله وصل لدرجه انها عايزه تقابل ربنا حتى لو هتموت، في ناس وصلت لدرجه تانية ان هي اي حاجه تعطل عن ربنا تكرهها، في ناس وصلت لدرجه ثالثه ان هي بقت بتعبده بفرح، ناس بقى قيام الليل اجمل لحظات عمرها، ناس بقت بتقدم ما يحب على ما تحب، ناس بقى ما عندهاش ما يحب وما تحب، لا اللي بيحبه حبيبي انا بحبه. انت كده انت حب ربنا وصلك ان اللي بيحبه ربنا انت بتحبيه، انت حب ربنا وصلك ان قيام الليل اجمل لحظات حياتك، انت حب ربنا وصلك انك نفسك تقابليه حتى لو هتموتي وتسيب الدنيا، انت حب ربنا وصلك انك بقيت بتكره اي حاجه بينك وبينه، انت حب ربنا وصلك انك بقيت بتعبديه بفرح، انت حب ربنا وصلك انك بقيت بتقدم ما يحب على ما تحب. يا جماعه الجنيد بره بيتكلم عن ربنا بكى الناس كلها لانه كان بيحبه، نحسبه كذلك طبعا. بيقول لهم عبد، اسمعي بقى، اسمع دي بقلبك بقى عشان دي بقى ايه في الحلقه دي التفاحه بتاعت الحلقه اللي في الاخر. قال لهم عبد ذاهب عن نفسي، ما عدتش فاكر نفسي يا رب، متصل بذكر ربه، لساني ما بيبطلش كلام عنك وذكر ليك، قائم باداء حقه، جوارحي ما بتبطلش عمل في طاعتك، ناظر اليه بقلبه، قلبي ما هوش عايش غير معاك انت يا رب، فاذا نطق فبالله، واذا تكلم فعن الله، واذا تحرك فبامر الله، واذا سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله، فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم لانه بيحبه، بكاهم لما اتكلم عنه لانه بيحبه. الاب الابن لما يروح لامه يقول له عايز اتجوز فلانه، تقول له يا ابني ده فيها كذا وكذا، من حبه ليها يقعد يكلم امه عنها كلام يخلي امه تقول له ده احسن انسانه في الدنيا لانه بيحبها. لو بتحب ربنا هتقول كلام مبهر عنه، هتبهر الناس كلها بالكلام عنه. حب الله يا جماعه، حب الله، هنعيش مع حب الله قد ايه؟ من يستحق الحب؟ مين اللي يستحق الحب؟ مين اللي يستحق قلبك؟ اللي يستحق حبي اللي بيحبني اكتر واحد بيحبني، ومين كمان؟ اللي لما بطلب منه حاجه يديها لي، اللي ما بطلبش منه حاجه ابدا ويتاخر عني، ومين كمان؟ اللي يعني اللي ما يتشغلش عني ابدا لو احتاجته، ما هو ده ربنا. هو ده ربنا اغلى حبيب في حياتنا. درس الليله كان هدفه ان ربنا يبقى اغلى حبيب في حياتنا، درس الليله كان هدفه ان احنا نعرف يعني ايه حب الله، نعيش مع حب الله. وصلنا للتوصيات يا جماعه، توصيات انا عايزك تقولي له بحبك، بس حب عملي، حب عملي ازاي؟ انت يا رب بتحب قيام الليل يا رب؟ بتحبه يا رب؟ والله ما هسيبه، والله ما عدت هسيبه. انت يا رب بتحب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم؟ والله ما هبطل ذكر. انت يا رب بتحب الصيام وبتحب خلوف فم الصائم؟ هصوم يا رب اثنين وخميس او يوم ويوم حتى لو بموت صمهم يا رب حب ليك. انت يا رب بتحب الصدقه؟ انا هطلع اغلى حاجه عندي صدقه ليك الليله يا رب وبكره يا رب. انت يا رب بتحب، انت يا رب اللي بتحبه انا احبه يا رب. حب ربنا يا جماعه، انا عايزكم تعملوا ورقه اسمها ورقه حب الله او ورقه النعم، اكتبوا فيها كل نعمه ربنا اداها لكم في الدين والدنيا، اكتبوا فيها الكلام اللي انا قلته الليله، اكتبوا فيها كل اللي انت اعمليها دلوقتي، واكتبوا فيها كل اللي افتكرتيه من درس الليل. ولما تعمليها يبقى الاسبوع ده اسبوع الحمد. اقعدي بصي، والله عملتها مره كنت ابص فيها كده واقعد اقول الف حمد وشكر ليك يا رب. قال والله كنت بحس ان انا قلبي ده بيدوب كده اهو، يا رب انت عملت لي كل ده يا رب، كل ده يا رب. عملت الورقه دي كتير، عملتها زمان ايام الكليه، وعملتها في الحج اخر حج حجيت وكنت حاسس ان انا هموت، يا رب انت عملت لي كل ده. الواحد ما بيحسش والله يا جماعه لما بيحط الموضوع قدامه، يا رب كل ده ليا. الواحد بيقعد عايش على الورقه ده سنين من غير ما يبص لها بعد كده، قلبه دايب من نعم ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزكم تركزوا معايا، انا كان النهارده عندي ظروف وكنت مش هقدر اجي، عارفين انا جيت ليه؟ انا جيت عشان 13 و14 و15، انا جيت عشان افكركم بالصيام 13 و14 و15. والله يا جماعه اكتر حاجه جابتني النهارده ده، ولولا ده كان 99% مش جاي بقدر الله. 13 يوم ايه؟ الخميس الجاي، الخميس والجمعه والسبت، 13 و14 و15 رمضان قرب، يلا رجاله رمضان قرب، عايزين نوصل لربنا. خدوا بالكم ان الجمعه الجايه هتبقى 14، نهارها صيام، ليلتها هتبقى ليله النصف من شعبان، الليله اللي صح ثلاث اسانيد فيها عن رسول الله. انا لاقي ثلاث اسانيد، ثلاث اسانيد
الألباني صحح عن رسول الله في ليلة النصف من شعبان يتنزل الله في ليلة النصف فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. طب وربنا بيغفر، طب خلاص أقوم ليه؟ هو لو مدير الشغل نزل يطلع على الشغل هتنام ولا هتشتغل بأيديك وسنانك؟ ربنا هيطلع علينا يا جماعة ليلة النصف من شعبان، ده في أثر إن ليلة النصف دي اللي بيترفع فيها أعمال السنة كلها. عايزين نموت نفسنا يا جماعه، يعني ممكن في خلال اسبوع اعمال السنه اللي فاتت تترفع؟ الموضوع اللي كلمتكم عنه المره اللي فاتت، يعني يا جماعه عايزين نموت نفسنا بقى الاسبوع ده نجيب اخرنا صيام وقيام وقران وذكر وصدقه. ليه؟ لان ليله النص من شعبان او رفع اعمال السنه كلها في خلال ايام يا جماعه. خلاص يا اخوانا وصلنا لاخر حاجه في التوصيات واخطر حاجه في التوصيات. طول عمر الواحد هيموت عشان انقاذ غير المسلمين من النار. 200,000 واحد يوميا بيموتوا على غير لا اله الا الله. يا مسلمين اتقوا ربنا فيهم، اتقوا ربنا. الواحد والله العظيم يا جماعه والله بعد كل صلاه بدع ربنا للكفار، اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين، يا رب انت قادر. جمعيه كنت زمان كتبت كتاب لواحد اسلم على ايده 4,000 واحد بالمراسله، المهندس محمد عبد المنعم توفيق الله يرحمه. فوجئت من فترة قصيرة جدا ان الله يرحمه كان بيبعت جوابات الناس بتسلم، ان في جمعية الوقت امتداد لجهد طلعة بتبعت لكل دول العالم ب111 لغة كتب عن الاسلام، وعاملة مشروع اسمه الفري قرآن، يعني قرآن ببلاش. بعتت 4,000 مصحف مرة ل4,000 واحد اجنبي، 1000 واحد منهم بعت ان هم اسلموا. يعني مجهود رهيب ب111 لغة بيبعتوا كتب عن الاسلام، وبيبعتوا مصاحف بالانجليزي واخر حاجة اتذكر ان هم كانوا بيطبعوا مصاحف بالفرنساوي. جمعية تبليغ الاسلام في اسكندرية يا جماعة انا هديكوا رقمها دلوقتي، رقمها اكتبوه معايا واحفظوه معايا عشان الجمعية دي نتصل بيها الليلة، واللي معاه فلوس واللي معاه فلوس واللي معاه حتة ذهب. احنا يا جماعة بنتكلم عن حب الله، لو بتحبه شارك في ان الكافر اللي ما هوش عارفه يعرفه، لو بتحبيه شارك ان كل الناس تعرفه وتحبه زي ما انت بتحبيه. ده امتحان عمل هو الحب الله. 010 ده نمرة امين الجمعية باذن الله سبحانه وتعالى، تتصلوا بيه بعد الحلقة وبكرة وبعده وبعده وطول العمر بقى خد النمرة دي ان شاء الله. كل ما الجامعة بتاعك مبلغ ده من مشاريع حياتي والله يا جماعة. انا مش مصدق ان جه اليوم اللي بتكلم فيه عن حاجة ممكن بسبب غوشتك ولا بسبب حلقك ولا بسبب الالف جنيه ولا بسبب الميت ولا بسبب التبرع اللي انت هتديه للجمعية يطلع مصاحف للناس ويطلع كتب للناس في كل العالم، ناس تسلم وتقول لا اله الا الله وتيجي معاك على حوض النبي. حسوا بالخطوره دي. 010 6 1 0 0 3 3 5 010 6 1 0 0 3 3 5 حفظتوها يا جماعه؟ اتمنى بس ان المخرج يكتبها معانا الله يخليك، ربنا يبارك فيكم. 010 6 1 0 0 3 3 5 بقولها للمره الاخيره احفظوها بقى. 010 6 1 0 0 3 3 5 نمر جمعية دار تبليغ الاسلام في اسكندرية. اتمنى يا اخواننا ان ان شاء الله باذن الله ما ننساش التوصيات، الحب العملي لله. 13 14 15 ليلة النص من شعبان جمعية دار تبليغ الاسلام، اتمنى ان نتبرع لها بكل ما نستطيع من قوة. ده رسالة في رقبتنا قدام في رقبتك وفي رقبتك. انا الوقت حطيت في رقبتكم رسالة والله العظيم، ودي من رسائل حياتي وعمري اللي طول ما باذن الله ربنا احياني واحياكم هتلاقوني بتكلم عنها على طول، انقاذ الكفار من النار. نطلع بقى لرسالة عمرنا للنبي عاش عشانها عليه الصلاة والسلام. لو بنحب ربنا، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء الظامئ البارد على الظمأ. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اصطفينا واستعملنا لنصرة دينك برحمتك يا عظيم السماوات والارض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.